السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم اليوم في أولى محاضراتنا في الجزء الخاص بتاريخ المستشفيات. ظهرت المستشفيات في أول ظهور ليها كان مؤسسة الرعاية الصحية، حيث بدأت وظهرت في العديد من المجتمعات والدول التي نصت دساتيرها وقوانينها على حق الفرد في العلاج والخدمات الاستشفائية. ومن العوامل اللي أدت إلى ظهور أو إنشاء المستشفيات هي العواطف الإنسانية، ومقصود بها مشاعر التعاطف والتراحم والشفقة مع المرضى والمصابين. أيضا نمو الوعي والضمير المجتمعي لدى المجتمع في المسؤولية عن المرضى والفقراء. أيضا للوعظ الديني أو الدافع الديني الذي أدى إلى لعب دورا كبيرا في بناء وإدامة المستشفيات عبر التاريخ الإنساني. وأول ظهور للمستشفيات كانت المستشفى في مدينة سيلان الهندية، حيث كان يعين طبيب واحد لكل 10 قرى. كانت المستشفيات بتضم ما يعادل 18 مستشفى لعلاج النساء والحوامل وكملاجئ أيضا. واشتملت تلك المستشفيات تعليمات محددة ومكتوبة بمن يقوم بتقديم الخدمة، اشتملت على تقديم رعاية مجانية للمرضى وتقديم الخضار والفاكهة وتحضيرها وتقديم الدواء وعمل مساجات للمرضى والاهتمام بالنظافة الشخصية له. ده أول ما ظهرت كانت في مستشفيات الهند القديمة في مدينة سيلان. الطب في العصر الفرعوني. تطور الطب في مصر منذ العهود القديمة، حيث كان المصريون أول من استعمل النعناع وزيت الخروع والحشيش للتخدير. أبدعوا كذلك أيضا في طب العظام والطب السريري، وكانوا أول من دون السجلات الطبية المكتوبة للمرضى. واقتصرت الجراحة غالبا على الكسور وليس فتح الجسد البشري، وكانوا يستعملون العصا في ضرب المريض على رأسه بطريقة محددة حتى يفقد وعيه دون كسر للجمجمة. معظم المعالجات الطبية كانت بتتم في البيت وفي المعابد التي عملت كمستشفيات، كونها كانت مراكزا لمعالجة الروح بالتركيز على القيم الدينية. وعرف المصريون القدماء أيضا الكثير من طرق العلاج من خلال الأدوية العشبية، ولكن مع وجود العلم والسحر غير بعيدين. طبعا ده كان بجانب العلم والسحر. كذلك ايضا مستشفيات الرومان واليونان كانت معابد الالهه في الحضارتين الرومانيه واليونانيه تستخدم الخرافات والشعوذه، حيث كانت تستخدم الافعى بالنسبه لهم امر تنفع في علاج المرضى. وكان الأطباء بيستعملون سم الأفعى لتنظيف الجروح، وكان يطلب من المرضى لبس ثياب بيضاء وتقديم الهدايا والقرابين للآلهة عند الشفاء. طبعا ده كان بيؤدي طبعا إلى عدم الشفاء، إلى نقص الإيمان والطهارة والنقاء عند المريض. وظهر أبوقراط، والذي عرف بأبو الطب، الذي قام باستخدام أسلوب الفحص الطبي للمرضى بالاستماع إلى تجاويف الصدر. ووصف العديد من الأمراض زي مرض الصرع والسل والملاريا والقروح، وقام بالاحتفاظ بسجلات طبية مفصلة لعديد من المرضى. وأكد أبوقراط على الحقائق وليس على الإيمان والدين والطب، ووضع الطب على أساس من العقلانية، أن يكون انت تتكلم في مجال الطب يبقى تتكلم في مجالات عقلانية وليس دينية او سحرية. مستشفيات العصور المسيحية الاولى. مع تطور العلوم وتطور المستشفى بشكل متزامن مع التأثير الديني، فقبل المسيحية كانت المستشفيات عبارة عن معابد مكرسة تخدم آلهة الطب حسب معتقداتهم، لكن كان بيتم طبعا علاج المرضى بطقوس من السحر والشعوذة والشعائر الدينية. ومع تعلم المسيحية أصبح له دور وأثر كبير في تعميق مشاعر الحب والتعاطف مع المرضى والفقراء. وتطورت المستشفيات لتأخذ جانبا من الملاحق للكنيسة، بيطلق عليها اسم أديرة أو ملاحق لرعاية المريض بالكنيسة.
أما المستشفيات الإسلامية فقد أبدى المسلمون اهتماما كبيرا في مجال رعاية المرضى، حيث بنى المسلمون مؤسسات صحية فاخرة لرعاية المرضى في كل من بغداد والقاهرة ودمشق وقرطبة وغيرها من المدن التي كانت خاضعة للحكم الإسلامي. وتشير الدراسات أن الخليفة هارون الرشيدي في عام ما بين 786 و 806 ميلاديا أبدى اهتماما في رعاية صحة شعوب الإمبراطورية الإسلامية من خلال بناء نظام دفع الرواتب ورعاية المرضى مجانا وإنشاء أكثر من 60 مستوصف ومركز صحي لصرف العلاجات في بغداد. وبرع الرازي والعالم ابن سينا في الطب والجراحة، وكان الرازي أول من استخدم أمعاء الخراف لخياطة الجروح، وأول من استخدم الكحول لتنظيف الجروح، ووصف أمراض الجدر والحصبة بشكل علمي دقيق. كما ألف كتاب القانون في الطب وترجم إلى اللغة اللاتينية، وأصبح ما يزال مرجعا رئيسيا في الطب الأوروبي، هذا بالإضافة إلى ترجمته إلى الإنجليزية لما احتواه من معلومات طبية منظمة وشاملة لكل الأمراض التي تنتقل بالعدوى. ويعد جابر بن حيان أحد أبرز علماء المسلمين ليس بالكيمياء بل في الأدوية والسموم، استعملت كمراجع في كثير من كليات الطب الراقية على مستوى العالم. وأبدع المسلمون في معرفتهم بالتخدير واختراع الأدوية لكثير من الأمراض. وقام المسلمون أيضا ببناء مستشفيات متخصصة للمجانين والمجزومين قبل ظهور أوروبا بألفي عاما. مستشفيات العصور الوسطى استمر الدين حاضرا ليكون عاملا مؤثرا ومسيطرا في تأسيس المستشفيات خلال العصور الوسطى، حيث كان يتلقى المرضى الرعاية للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم الجسدية، ولم تكن هنالك محاولات للتركيز على العلاج والشفاء لمعالجة المرض، حيث كانت الكنيسة ذات النفوذ تحرم فتح الجسد البشري وتعتبره مقدس ومخلوق على صورة إله، وأن الروح وليس الجسد هي التي تحتاج إلى العلاج فقط. وكان الرهبان والقائمين برعاية المرضى بيركزوا على تنقية وتطهير الروح من خلال الواعظ الديني لإعدادها لما بعد الحياة الدنيا من خلال الحب والإيمان، واللي بتعتبرها الكنيسة أهم من العلم والمعرفة. كذلك أيضا استمر هيمنة الدين في إقامة الملاجئ والمستوصفات والاستراحات بجانب الأديرة لتقديم الطعام والمأوى للمسافرين والحجاج المسيحيين. وفي إبان الحروب الصليبية أقيمت المستشفيات العسكرية على الطرق في الأراضي المقدسة، ثم في بريطانيا تحت اسم مستشفى القديس جون، وظهرت مستشفيات في مدن عديدة على شكل أسس تطوعية وخيرية لا تعود للكنائس، يعني شيء تطوعي أو عمل تطوعي. ومع انتشار مرض الجذام في القرن 13 تم بناء مراكز للعزل خارج المدينة، وتميزت تلك الحقبة بسيطرة الكنيسة وتحريم الجراحة وعلاج الجسد وتركيز على علاج الروح كشيء ديني فقط. وكانت المستشفيات مكتظة بالنزلاء والفقراء بانتظار الموت، حيث لم تكن هناك أي رعاية لهم على أساس علمي موضوعي. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.